خيبة أمل، ربما تكون هذه الكلمة أبلغ توصيف لمشهد ما بعد مشاورات السويد. فلم تكد تمر ساعات على صورة التصافح السياسي بين وفدي الشرعية وميليشيا الحوثي، حتى بدأت التصريحات تسير باتجاه ينبئ عن فشل متوقع لتنفيذ تفاهمات اتفاق الحديدة. تعود الإشكالية بنظر محللين إلى اللغة المبهمة التي كتب بها اتفاق الحديدة، والتي فتحت المجال لتفسيرات متناقضة. فميليشيا الحوثي تفسر فقرة قوات الأمن المحلية التي أشار إليها الاتفاق بأنها المخولة بإدارة شؤون المدينة، لكن الشرعية ترى أنها المعنية بها بكونها الطرف الشرعي الحامل للصفة القانونية المعترف به دولياً. ماذا يعني بصورة قانونية؟ القانونية أن من يدير الحديدة معين من قبل الحكومة يحمل الصفة القانونية، لا يمكن أن نطلق على الميليشيات الحوثية صفة قانونية. معروف كل العالم سواء المجتمع المحلي أو الإقليمي أو العالم يعتبر الحوثيين سلطة انقلابية. خروج القوات من المدينة والميناء يشكل أيضا مثار لبس، فميليشيا الحوثي تصر على خروج قوات الشرعية من مداخل مدينة الحديدة، بينما تؤكد الشرعية على خروج ميليشيا الحوثي من داخل المدينة والسماح لقوات الأمن التابعة للحكومة بإدارة المدينة والميناء. ويأتي هذا التضارب بالتزامن مع استفهامات حول دور اللجنة الرقابية الأممية. احنا أكدنا على الجانب هذا، الدور الرقابي يعني للأمم المتحدة لمعرفة من الذي يعني سيتراجع عن التنفيذ ومن الجهة التي نفذت بشكل صحيح لفترة مؤقتة، وليست الفترة يعني طويلة، لفترة مؤقتة، بحيث أن القوات الشرطة والأمن المحلي تستلم دورها في الحديدة. اتفاق الحديدة طرح تساؤلاً حول حضور اللجنة الدولية، هل هو رقابي مؤقت أم له أهداف مضرة بالسيادة الوطنية؟ ومع ذلك فإن هذه اللجنة الأممية تواجه تحدياً كبيراً في تجاوز المؤشرات الأولية التي تشير إلى احتمال انهيار اتفاق الحديدة بأكمله.